معايا من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي الكاتبة السياسية هديل عويس. أستاذة هديل مساء الخير. شكرا، مساء النور. يمكن أكرر هذا السؤال الذي طرحته الآن، يعني وزير الخارجية الأمريكي يتهم صراحة إيران بالوقوف وراء هجمات أرامكو، ماذا يعني هذا الاتهام وأي خطوة يمكن أن تلي اتهام كهذا؟ نعم طبعا، واشنطن التي رأيناها جدا يعني مترددة في إعادة تدخلاتها في الشرق الأوسط، الآن لأول مرة تقول أنها ستحاسب إيران، وستحاسبها لأن واشنطن تعتبر ما قامت به إيران من اعتداء على منشآت مدنية نفطية في السعودية. هي أصلا نتذكر أن أرامكو هي الشركة كان اسمها الشركة الأمريكية العربية للنفط، وتؤسست أصلا من ناس من جنسيات مختلفة، وحتى الآن يعمل فيها جنسيات مختلفة بما في ذلك مواطنين أمريكيين. وبذلك أمريكا ترى أن في هذا الاعتداء اعتداء عليها شخصيا، ورئيس ترامب يرى أيضا اعتداء على المكاسب الاقتصادية الذي حاول تطويرها والدفع لها في عهده. ولكن لا ننسى أبدا أن بعد تجربة عهد أوباما الشعب الأمريكي ذهب إلى انتخاب رئيس ترامب وهو رئيس انعزالي، على العكس يريد أن يثبت علاقته مع الحلفاء في الشرق الأوسط مثل مصر ومثل السعودية ومثل الإمارات ومثل يعني الأردن ومثل كل هذه الدول التي حافظت على استقرارها. أمريكا يعني حتى إيران ورغم كل توغلات إيران الضارة والمسيئة في المنطقة، أمريكا طوت تماما عهد تغيير الأنظمة، وحتى أمام كل ما يحصل تقول سنعاقب إيران في العقوبات وفقط في العقوبات الاقتصادية، لا نريد تغيير أنظمة. يعني كل ما جرى في ليبيا وفي سوريا كان خاتمة لكل عهود أمريكا التدخلية، وهذا اختاره الناخب الأمريكي هيلاري كلينتون، سقطت بسبب أنه التصقت بها مسألة التدخل في ليبيا، وأن سفير أمريكي قتل على يد مسمتهم كانت تدعمهم إدارة أوباما وتقول أنهم ثوار في ليبيا. أيضا كذلك في سوريا اليوم البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية تصف الحدود التركية السورية على أنها أكبر وأضخم ملاذ آمن في كل التاريخ لتنظيم القاعدة. يعني تركيا بشكل أو بآخر سمحت لما كانوا أيضا يسمون بالمجاهدين وهم يعني انتحاريين بالدخول بحجة أيضا تغيير النظام، وكان هناك تغاضي من إدارة أوباما ودعم بمضادات صواريخ التاو لهؤلاء، يعني حتى صارت المنطقة مرتع لتنظيم القاعدة اللي بالنهاية تحولت إلى داعش، وأمريكا اضطرت للتدخل لمقاتلتها. وبالتالي هذا كله يجعل إدارة ترامب مترددة جدا وتدعو دائما للانسحابات من المنطقة، للانسحابات من أفغانستان، للانسحابات من سوريا، وهذا أيضا متصل مع كيف ستتعامل مع إيران الآن. طيب يعني هذا كله يعني جميل جدا هذا التحليل، لأنه يعني يستند إلى وقائع، لا يبدو أن السيد ترامب يعني يريد أن يغامر وهو في مستهل حملة انتخابية، لا يريد أن يغامر بالدخول في عمل عسكري، وربما يعني إقالته لجون بولتون مستشار الأمن القومي اللي هو يعتبر يعني من صقور الإدارة الأمريكية لا هو دليل على ذلك. لكن في نفس الوقت هناك خطوات استفزازية من جانب إيران، يعني قبل أن أدخل الاستوديو طلعت خبر بيقول أنه إيران ستجري استعراضا عسكريا في الخليج بعد أيام بمشاركة 200 فرقاطة تابعة للحرس الثوري. يعني هل ستصمت واشنطن تجاه هذه الاستفزازات؟ نعم، الآن كان هناك يعني واشنطن استراتيجيتها الأخيرة هي الاعتماد على الحلفاء الصامدين الأقوياء في المنطقة لمكافحة نفوذ إيران الضار. الآن هناك أيضا أخبار عاجلة عن أن السعودية هي من استهدف في شرق سوريا في البوكمال، استهدفت ميليشيات إيرانية مرتبطة بأيضا جماعات إرهابية، وبالتالي هناك دعم كامل للحلفاء لاستهداف هذه التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار. واشنطن مقتنعة أن حملة العقوبات الاقتصادية على إيران هي ما تدفع إيران لاختيار طريق الحرب. يعني نرى المنطقة وعلى رأسها السعودية الآن عندها رؤية 2030، هي تتجه أكثر للبناء، للإعمار، للسعي نحو سعادة الفرد والمواطن بعيدا عن زعزعة الاستقرار وبعيدا عن التدخلات مثل ما تفعل إيران. وبالتالي واشنطن
واشنطن تدفع إلى هذا الموقف أكثر وتدفع إلى تدعيم موقف الحلفاء في هذا الصدد، وبالتالي المواجهة يعني لن تكون بالانجرار وراء ما تختاره إيران. إيران ليس لديها شيء تخسره الآن، هي كل نظامها قام على شعارات الموت لأمريكا والدمار للحلفاء وشعارات طائفية في المنطقة، بينما الجميع يعني يحاول أن يتجنب ذلك. إيران لم تستفز فقط المملكة العربية السعودية، نتذكر أنها احتجزت نقلات تتعلق باليابان التي لا تزال كانت تشتري نفط من إيران، تحتجز لهم نقلاتهم، تضغط على البريطانيين وتحتجز أيضا نقلات نفطية بريطانية، بينما بريطانيا تحاول أن تقنع إدارة ترامب بالعودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015، وبالتالي لن يكون هناك انجرار إلى الحرب برأيي بالشكل الذي تحدده إيران، ولكن واشنطن وحلفائها يملكوا الكثير من الأوراق لاستمرار الضغط على هذا النظام الإيراني الذي اختار العبث واختار يعني تدمير عبر العبث ونشر الفوضى، تدمير عيشة المواطن الإيراني. طيب أخيرا أستاذة هديل، هل تتفقين مع الآراء القائلة بأن هذه التطورات هي فرصة لإدارة ترامب من أجل تسويق أكثر للأسلحة الأمريكية في الخليج، لا سيما وأنه أشار بشكل واضح وصريح لهذه المسألة قبل يومين تقريبا؟ نعم طبعا، هناك سباق على بيع الأسلحة الآن بين روسيا وبين أمريكا واضح، وخاصة أن روسيا تخرج بأجيال جديدة ومتطورة من مضادات للطيران مثل S-400 و S-300، وأيضا رأينا الرئيس بوتين يتحدث عن هذا الأمر ووجوب أن تشتري السعودية أسلحة المضادات للطيران الحديثة الذي قامت بإطلاقها روسيا، وأيضا هذا أمر يهم الرئيس ترامب. الرئيس ترامب كان دائما يلوم الرئيس أوباما على أنه أخسر الولايات المتحدة أقرب حلفائها بدعم جماعات تزعزع الاستقرار في المنطقة، وبالتالي هو جاء بتعهد بأنه سيقرب الحلفاء أكثر وسيجعلهم أقرب إلى أمريكا، وواحدة من هذه الأمور الذي يعتبرها تقارب هو أنهم يشتروا سلاحهم من الولايات المتحدة وليس من روسيا أو غيرها، وبالتالي نعم هناك يعني جانب من هذا الأمر فيما يدعو له رئيس. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة السياسية الأستاذة هديل العويس، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن.